دكتور رمضان احنا راح نصوم، جسمنا ما يضعف، كورونا ما تتغلب علينا، صيام يقلل مقاومة الإنسان أو يزيدها. أنا راح أشرح لكم يا هسه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام أعزائي المتابعين ورحمة الله وبركاته. أكو سؤال كان يسألونه ولا زال يسألونه، دكتور رمضان احنا راح نصوم، جسمنا ما يضعف، كورونا ما تتغلب علينا. فمن الناحية الشرعية لازم نجاوب إذا في ضرر ممنوع، لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام قانون هذا. فإذا تكون الصيام بضرر ما لازم عليكم تصومون، لكن الصيام يقلل مقاومة الإنسان أو يزيدها أنا راح أشرح لكم يا هسه. أعزائي أثناء الصوم قطعا راح يقلل السكر في الدم، أثناء الصوم السكر راح يقل بالدم. السكر أهم عامل من عوامل توليد فيروس الكورونا. شلون؟ أعزائي فيروس الكورونا ميت، ليس له حياة ولا يستطيع التوليد، لكن عندما يدخل نخلية الرئة هناك أجسام تسمى أجهزة جولجي. وظيفة أجهزة جولجي صناعة البروتينات التي تحتاجها الخلية. الخلية متروسة من البروتينات، أي نقص يصير في بروتين خلايا جولجي تأخذ استنساخ عليه وتولد مثله. من يدخل الفيروس، الفيروس بروتين ليس بحي، بروتين من يدخل الخلية، الخلية تتصور أن هذا جزء من بروتين الخلية فتقوم بتوليد مثلها وتتكاثر وتتكاثر وتتكاثر، لأن أجسام الجولجي تضعف في توليد الفيروسات عندما يقل سكر الخلايا. بما أنه الصيام يقلل السكر فإذا راح يزيد مناعة الإنسان في لأنه راح يقلل السكر والنتيجة ماكو غذاء حتى يولد على أثرها الفيروس. من ناحية أخرى قلة الأنسولين، لأن قلة السكر راح يولد قلة أنسولين، قلة الأنسولين راح يزيد هرمون النمو. هذا القانون موجود، أنسولين من يقل هرمون النمو يزيد، قلة الأنسولين زيادة هرمون النمو. زين، هرمون النمو من يزيد مقاومة الجسم ضد الفيروسات يزيد فيقوم يقاوم الكورونا. فعلى أساس عزتي الصيام عامل جدا 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 مهم في تقوية مناعتكم والقضاء على الكورونا. فأعزائي صوموا تصحوا، نستودعكم الله وإلى لقاء قريب في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.